فرحة أعضاء الأهلي في الجزيرة مع الزميلة روزان نصر. برحب بيك كابتن أيمن، وبرحب طبعا بضيوفك الكرام نجوم الاستوديو التحليلي، وبرحب أيضا بكل مشاهدينا مشاهدين قناة النادي الأهلي في كل مكان. ألف مبروك للنادي الأهلي طبعا بطولة السوبر المصري على حساب فيوتشر. أداء قوي جدا من الفرقتين، المباراة الحقيقة كانت ممتعة جدا. أكيد يعني من داخل مقر النادي الأهلي فرع الجزيرة هناخد طبعا آراء الأعضاء. ألف مبروك، بقول لك ألف مبروك، مباراة قوية جدا الفوز فيها للنادي الأهلي على آخر طبعا لحظة. كلمني كده عن المباراة، رأيك فيها وشفتها ازاي؟ والله احنا ماسكين الماتش اصلا كله لغايه حوالي الدقيقة 70 كده او 75، يا دوبك كده بس فقدنا التركيز شوية في حوالي 10 دقايق. جت الغلطة بتاعت مصطفى شوبير، برضه احنا بنقول له برضه ان شاء الله يشد حلو ويبقى في الأحسن، برضه هو برضه حارس كويس ومستقبل برضه نادي الأهلي ان شاء الله، يعني ما يزعلش. وان شاء الله احنا الحمد لله يمكن الفرحه اتاخرت كده عشان نشوف مودست، يعني اخيرا الحمد لله ربنا كرمه وجاب لنا جونين، فان شاء الله اللي جاي ان شاء الله احسن، وكل البطولات اللي جايه في الجزيره ان شاء الله. كانت طبعا في المباراه في الاولى كانت صعبه شويه لغايه اما جبنا اول جونين، التعادل كان صعب وخبر صادم لينا كلنا، بس ان شاء الله يعني نحقق البطولات اللي جايه كلها. مبروك علينا اللقب ال 150 للاهلي، ومودست ابهرنا النهارده، ومبروك لينا كلنا وكل جمهور النادي الاهلي. الحمد لله. انا اقول للكابتن محمود القديم مبروك على النادي الاهلي على المدرجه الثالثه لكاس العالم الانديه، والنهارده السوبر راح منها السوبر الافريقي، راح منها بطوله الدوري العام السنه اللي قبل اللي فاتت بالحكم محمود عاشور، وانا خفيف منه قوي، محمود عاشور قوي منه، والله قلنا الحمد لله الجول الثاني دوت غطت المساعد، مش غطت اي حد، غطت المساعد عشان الهدف اوفسايد، الهدف الكوره مش اوفسايد. الحمد لله فوز على النادي الاهلي، والف الف سلام على عامر فاروق بيه، الف سلام عليه، ربنا يشفيه يا رب. النهارده الحمد لله ربنا كريم. اولا احنا مش هنقدر يعني نعمل، عندك الكابتن علاء ميهوب وعادل شريف عبد المنعم والكابتن عادل عبد المنعم، ودول كلهم هم يحللوا، انما احنا بنقول ان الناس دي لازم تبسطنا، وبسطت الناس دي كلها، فالحمد لله وربنا كريم، واحنا بنشكر الكابتن محمود الخطيب وبنشكر الناس دي كلها اللي انبسطت. الحمد لله احنا اتبسطنا على الاخر، واحنا متعودين ان نيجي في الوقت الضايع وفي اخر وقت لينا وبنكسب وبنفرح جماهيرنا وبنفرح كل الناس، والحمد لله الف الف مبروك لينا كلنا. كابتن ايمن طبعا هو ده النادي الاهلي، الف مبروك لينا كلنا، الف مبروك لكل الاهلاويه، الف مبروك لكل اللعيبه والجهاز الفني. مباراه الحقيقه كانت ممتعه جدا. دي كانت لقاءاتنا من يعني النادي الاهلي فرع الجزيره مع الاعضاء.